نفتخر بكم جميعا، ونتمنى لكم عاما دراسيا مميزا. منيح انك تغلط في الجامعة، احنا ما بنقول الاغلاط او الاخطاء الكبيرة، يعني مثلا انت بالجامعة اطلع على السبورة او على اللوح واغلط اول مرة، رايح تكتشف لاحقا انه الغلط هو الذي حفر في جسمك وفي عقلك المعرفة الحقيقية. وكيف نتعامل مع البورتل وكيف نحتفظ بالاكسس تبعنا على البورتل؟ في عندنا 4 سنوات هذول كفيلات اني انا أبني مستقبلي صح، أحط النقط على الحروف، أستغل وقتي بكل دقيقة، أوجه نفسي للطريق الصحيح. عشان هيك لازم نحط قدامنا هدف، نحط قدامنا غاية. بدي أحكي لكم اليوم عن حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتابعوها وتبعتوا لنا في أي شيء بدكم إياه، رح نرد عليكم في أي استفسار. موجودين إحنا على الفيسبوك، على السناب شات، على الإنستغرام، على اللينكد إن، وكمان على اليوتيوب.